مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة درب السلطان على جد مقربة من المنزل ديال نور الدين بكر لحوالي وصلت تقريبا 70 سنة. نور الدين بكر أحسن الكلام، إن لله وإنا إليه راجعون. معايا أستاذ نصيح، أقرب الناس ومكلف وباحث بشكل كبير في التراث وعلى جد مقربة من المرحوم. الله يرزقكم الصبر في نور الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فد اليوم المبارك الكبير عبد الله، يوم الجمعة، فد الصباح كنودعوا أحد الرواد ديال المسرح، أحد رواد الشاشة اللي هو نور الدين بكر. نور الدين بكر اللي أعطى الكثير والكثير في الساحة الفنية والساحة الثقافية. هذا الرجل البشوش، هذا الرجل اللي الابتسامة ما كتحيدش من الوجه ديالو، وما يمكنش شي شخصية كيف ما كان ما يوقفش قدام السي نور الدين بكر وما ينالش منه واحد ابتسامة عن طريق نكتة أو عن طريق مداعبة أو عن طريق حوار ساخر. نور الدين بكر زاد المجهود ديالو أكثر وأكبر، أعطاه في فرقة المسرح الحي، وقبل منها في البداية كذلك منشتغل مع الرائد العربي طيب الصديقي رحمه الله. نور الدين بكر ولو نتكلموا عليه كاملين، لا رواد ولا فنانين ولا إعلاميين ولا صحفيين، فهذا الرجل عنده العشاق كثيرون وكثيرون جدا، اللي هما الجمهور المغربي للمحبين ديال نور الدين بكر. خير دليل ان بعد دقائق من اللي توصلنا بالخبر وحضرنا، كنا من الاوائل مع السي الحاج فلان وكذلك السي الغزواني، شاع الخبر في مجموعه من المواقع والمنابر الاعلاميه وعن طريق الفيسبوك التواصل الاجتماعي، فلحت واحد مجموعه من الناس اللي تواصلوا معنا بالهاتف باش يتاكدوا من الخبر، لان الخبر اصبح بعض الاعلاميين غفر لنا الله ولهم ما كيعطيوش المصداقيه في الخبر، لانه كيطلقوا الاشاعات، لان الاشاعات طلقت على نور الدين كثيره، فما صدقوش هاد الناس بان الخبر واش اليوم صحيح ولا ماشي صحيح. اتصلوا بيا مجموعه من الفنانين باش يتاكدوا من الخبر، جيت لعين المكان وودعناه الوداع الاخير، فالله يرحمه ويجدد عليه الرحمات في هذا اليوم هذا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. معايا استاذ جلال، فنان مرموق له وزن في هذا المجال، غادي نشوف معاه كيفاش تلقى النبأ. انا لله وانا راجعون، تفضل. انا لله وانا اليه راجعون، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. وفي الواقع انا الخبر تلقيته صدفه، ماشي عيط لي شي واحد ولا اتصل بي شي واحد. انا كنحل الهاتف ديالي الصباح كنشوف، كنلقى الصديق الغزواني ليح الخبر ديال الوفاه ديال نور الدين بكر الله يرحمه. يعني جات صدمه، وسيرتو مع الاشاعات اللي كانت سابقه قبل، وانا وسمنت كتقول واش هادشي بصح ولا ماشي بصح، ولكن منين جا الخبر على يد الغزواني يعني اكيد هذاك السيد ما غاديش يقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. بكل صراحه حنا كنعزيو المغاربه كاملين في هذا الرجل هذا، لانه مساره الفني ولا الاخلاقي ولا 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 ولا, ولا, ولا كتشد ليه بزاف ديال الحوايج. راجل طيب، راجل كتوم، راجل ما كيبخلش عليك بالمعلومه، راجل بزاف ديال اي حاجه اي حاجه. عمرك ما تلقى نور الدين طالع عليه الدم ولا تجي عنده ولا شي حاجه ويقول لك سير لا ما كاينش ولا هذا ولا سميتو. انسان محبوب، والله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى هو كيحبو، لان قبض الروح ديالو في هذا النهار المبارك اللي هو يوم الجمعه. كنتمنى والله الله يثبتو على السؤال، الله يغفر ليه، والله يرحم جميع الفنانين اللي التحقوا بالرفيق الاعلى كاملين. وبهذا سي جلال، بحكم انك انت فنان وفي الميدان، انا عندي معك سؤال واحد هو سؤال عام وفي حد ذاته رساله. واش الفنان خدا الحق ديالو من بعد انه واكب مع اجيال الثمانينات السبعينات التسعينات في الالفين، واش الفنان خدا الحق ديالو، نعم ام لا؟ الفنان ما خداش عقله وما خداش حقه، وكون خدا حقه هذا الفنان هذا غادي يبان عليه في حالته الاجتماعيه وفي سلوكاته وفي كذا وفي كذا، فهذا غير كلام كيبقى سميتو. اما الفنان ما عمر شي فنان، فيمكن نقولوا حنا كاع حنا اللي وصلنا من بعد الجيل ديال نور الدين بكر والكيخوان وداك الشيء وهذا وسميتو، هذوك الناس شحال ضربوا قبل منا حنايا، وعاد جينا حنا وعاد هما جايين شباب اخرين،
ولكن الحق اسمح لي على هذه الكلمه، هذه الحق عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا إن لله وإنا إليه راجعون، نور الدين بكر، عدد كبير من المغاربة تعرفوه، الملايين بطبيعة الحال، بغى الله عز وجل